هل تصح الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة؟ أختار قول العلماء القائلين بوجوب ذلك، لأنه لم يرد نص ثابت يسقط الزكاة عن الحلي إلا آراء بعض الصحابة، ولا تقام عموم الآيات ولا تقام الورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ورد أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته.